هذه المقدسات ورمزية هذه المقدسات في عقيدة أصحابها المسلمين ورمزية هذه المقدسات في التاريخ والحضارة. هم لا يريدوا حضارة ولا تاريخ ولا رواية فلسطينية بل ولا رواية إسلامية في المنطقة، وبالتالي هم يحاولوا أن يسوقوا الرواية الإسرائيلية التي تزور الزمان والمكان والتاريخ والإنسان. إلى متى تصمد أو يصمد المسجد الأقصى والمرابطون من حوله أمام هذا الاجتياح اللي أصبح دائم ومستمر ومستدام؟ هو يعني المسجد الأقصى والمرابطون حول المسجد الأقصى، هذا الشعب الفلسطيني الذي يفتدي المسجد الأقصى بالغالي والنفيس، بالتأكيد هو مصمم على الصمود، فلا بديل لنا إلا الصمود، لا بديل للشعب الفلسطيني إلا الصمود، يعني إما الصمود وإما الصمود حتى يتحقق إن شاء الله ما يصل إليه الشعب الفلسطيني بزوال هذا الاحتلال ورحيل هذا الاحتلال. هذا الكلام الحماسي شأنه شأن أي احتلال سبق. هذا الكلام كلام الصامدين أو الصامدون، لكن هناك وقائع على الأرض، يعني لماذا هذا الاستهداف ومخطط الاستهداف؟ هل هو الهدف محو المسجد الأقصى؟ هل الهدف تحويله؟ هل الهدف اقتناص أجزاء منه؟ تفضل. نعم بالتأكيد، يعني كل ما ذكرته هو وارد بالنسبة للعقلية يعني والذهنية. لا، المخطط بيقول إيه؟ الإسرائيلية. نعم المخطط. أنت أضرب هذا المخطط. نعم المخطط الإسرائيلي يسعى إلى هذا الوضع، يعني بمعنى استهداف المسجد، بمعنى فرض واقع جديد في المسجد، كما تعلم تغيير استاتيكو القائم في المسجد. وهو تغيير استاتيكو الوضع القائم. أيوة. هذا من زمن العثمانيين بال 1852. هذا الوضع مستمر من ذاك الوضع لغاية الوضع، وهو المحافظة على وضع كافة المقدسات سواء الإسلامية أو المسيحية، وبالتالي الإسرائيلي يحاول أن يعبث بهذا الوضع وأن يغير هذا الوضع تحت مسميات كثيرة وأهداف كثيرة لهذا الاحتلال الإسرائيلي، كما قلنا بجعل القدس مدينة يهودية أو مدينة مهودة. تهويد القدس. تهويد القدس، نعم، تحت هذا الهدف أساسي، تحت هذا العنوان وتحت هذا الهدف يندرج وتندرج كافة المحاولات الإسرائيلية سواء بالحفريات أو في نتش تحت الأقصى. نعم، حفريات أو بالاعتداءات. حفريات حول أي؟ حول ما الذي يزعمون؟ حول أساسات المسجد الأقصى. هم يزعمون أنهم يبحثون عن آثار الهيكل سواء الأول أو الثاني، وهو لا يوجد لا هيكل أول ولا ثاني لا في المسجد الأقصى ولا بالقرب من المسجد الأقصى، وإنما هي كما قلنا الرواية الإسرائيلية لتسويق هذه الأعمال ولتشجيع يعني الشعب الإسرائيلي. كيف رددتم على هذه الرواية المزورة التي تتخذ انتشارا واسعا لدرجة أصبحت من مفردات اليومية في الديالوج العالمي؟ هي ما في شك أن الدعاية الإسرائيلية قوية وحاولت تسويق نعم الرواية الإسرائيلية ومن خلال تواجدهم في المؤسسات الدولية الإعلامية على وجه الخصوص، هذا النفوذ الحقيقي الكبير لهم، ويحاولوا أن يسوقوا نعم هذه الرواية ويعطوها للعالم بأن هي الرواية الوحيدة، رواية الهيكل، رواية الهيكل ورواية الوجود الإسرائيلي في هذه البلاد أرض الميعاد وإلى غير ذلك.